بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله هذه المياه التي تجري في هذا الوادي أعطت منظرا جميلا ورائعا وخضرة في المكان. ما شاء الله كم هي جميلة عمان، ما فيها من أشياء جميلة سخرها الله ووهبها. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه المياه ويوفق لحسن الانتفاع فيها، اللهم آمين. ذلكم برج على الوادي، وقد كانت تستخدم الأبراج لمراقبة الأودية عند نزولها وإعلام الناس بذلك وتحذيرهم من البقاء في الوادي أو إزالة أيضا الأشياء التي يضعونها على الأودية مثل تجفيف التمور وما شابه ذلك. إذا علم من الوادي قادم سيلحقون بتدارك بإزالة هذه الأشياء. الحمد لله رب العالمين.